للاشتراك في قناتكم قناة المستفيدون الضغط على زر اشتراك أسفل الفيديو باللون الأحمر، ولا تنسوا الضغط على الجرس كي يصلكم الفيديوهات الجديدة والإشعارات، وأيضا لمشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء شير بهذه الأدوات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي وأخواتي، عدت لكم من جديد في وصفة من وصفاتي الرائعة. أهلا وسهلا بكم بداية، معكم الحكيم عمر من قناتكم المستفيدون. اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم وصفة من وصفاتنا الرائعة، وهي بما أنه مقبلين على فصل الصيف فلا بد لنا من أن نضع ونعطيكم إرشادات لموضوع الصيف، وهذه الوصفة وضعت خصيصا لجميع البشرات وبالأخص إلى البشرة الجافة. أخواتي، بما أنه بداية شهر الصيف يعني وفي موسم الصيف يكون الجو حار عفوا، والبشرة ممكن أنها تتأثر مع أشعة الشمس، فاليوم أنا راح أقدم لكم وصفة تعمل على التبييض وتفتيح البشرة، وأيضا هي مغذية بالدرجة الأولى وعناية للبشرة. المكونات: الخيار. ماذا تعرفون عن الخيار؟ الخيار إخوتي باختصار يحتوي على مواد مفيدة جدا طبيعية كالبوتاسيوم والكالسيوم والمواد المعادن، وهذا ما يغذي البشرة وما نحتاجه، لأنه يعمل أيضا على ترطيب البشرة، ويحتوي على مواد مؤكسدة تعمل على أكسدة عفوا البشرة والخلايا التالفة، لذلك هو مفيد بالدرجة الأولى للبشرة وهو يغذيها بطبيعة الحال. ومن هذا المنطلق سنستفيد من هذه البشرة، بالإضافة إلى نحتاج إلى الحليب. هذا طبعا مكون الخيار، أنا قمت ببشره ويعني وفلترته حتى حصلت على ماء الخيار أو عصير الخيار، وسأحتاج إلى الحليب، طبعا الحليب الناشف كالنيدو أو غيره من الحليب. إن شاء الله أتمنى أن تنال إعجابكم هذه الطريقة، ونبدأ بالخطوات. سأحتاج أولا إلى ملعقتين من الحليب، وسأحتاج إلى عصير الخيار أو ماء الخيار تقريبا بما يعادل ملعقة ملعقتين كي أحصل على المكون الذي أريده بالسلاسة المطلوبة. إذن إخوتي، كما رأيتم في الفيديو حصلنا على هذا الماسك. هذا الماسك طريقة استعماله سهلة وواضحة جدا، وهي أن نقوم أولا بغسل وجهنا بالغسول الخاص بكم أو بالماء العادي، ثم يعني نكون في وضعية الراحة ونضع هذا الماسك. طبعا وضعه يكون على الوجه والرقبة لأنه يعمل على تفتيح البشرة، فإذا قمت باستعماله أختي الكريمة على الوجه تختلف اللون عن البقرة على عفوا على الرقبة، فلذلك نقوم باستعماله على الوجه والرقبة. بما انه يعني هذه المكونات سهلة وبسيطة فهي لا يعني توفر لكم اي عناء، نقوم باستعماله 3 مرات في الاسبوع ولمدة 20 دقيقة، اي يكون الفرد الماسك مفروض على الوجه لمدة 20 دقيقة، ومن ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وبعدها بعد أن يقوم بتنشيفه ممكن أن نضع زيت السمسم المفيد جدا طبعا للبشرة، أو وضع زيت اللوز. طريقة استعماله ومدته كما قلت 20 دقيقة لمدة 3 أيام في الأسبوع موزعة. طبعا إن شاء الله بعد الأسبوع الأول ستلاحظون النتائج الفارقة لهذا المكون. أتمنى في نهاية هذا الموضوع أن تنال إعجابكم، وأن تكونوا قد استفدتم من هذا الموضوع، وأن تجربوها إخوتي، ولا تبخلوا علينا بالضغط أسفل الفيديو على لايك وشير وسبسكرايب، وأي استفساراتكم طبعا أسفل الفيديو. كان معكم الحكيم عمر من قناتكم المستفيدون. السلام عليكم.